صباح الخير. هنتكلم في الفيديو ده عن اهم مايت اللي هي السكيبس، اللي هي مرض الجرب. واحده اسمها ساركوبتس سكيبياي، ساركوبتس سكيبياي دي اللي هي الاتش مايت. اتش يعني هرش، ان الجرب بيعمل هرش، بتعمل ديزيز المهم اللي اسمه سكيبس، مرض الجرب. المايت دي الفيميل بتاعتها بتنفق، بتحفر انفاق تحت الجلد، بتعيش فيها بقبائل، تحط الاكز بتاعتها والاكز تفقس وتطلع اللارفا، واللارفا تدي ادلت، وتقعد ايه يحفروا انفاق يحفروا انفاق يحفروا انفاق. بتزيد اول مرض ده في المناطق الزحمه اللي بالاوفر كراودنج، علشان المود اوف انفكشن بتاعتها عن طريق الدايركت كونتاكت، الناس اللي بتقعد لازقين في بعض. فهي المود اوف انفكشن هي عن طريق البيرسونال كونتاكت ما بين الناس وبعضها، او بقى الناس اللي عايشين في بيت واحد ان هم بيستخدموا نفس هدوم بعض، الاخوات اللي بيلبسوا هدوم بعض، او الفوط او البيد لاينز، بتتنقل عن طريق ايه الحاجات الشيرد دي. ممكن تتنقل من الانيمالز، اشهر واحد بينقلها هو الرابتس، بس ايه بيبقى مدته قصيره، والسكيبس بيبقى المرض مش خطير قوي لان السبيشيز اللي بيعيش في الانيمالز غير مهيئ ان هو يعيش في الماء. مرض الجرب ده مهم جدا، بيجي لك دايما في الكيس، بيجي كيس كتير، ليه اماكن محدده. هو بيحدد لي في الكيس ان الانفكشن او الانفستيشن او الحمار والحاجات اللي على جلد العيان في اماكن معينه، ما بين الصوابع، على الفليكسور اسبيكتس مش الاكستنسور، على الفليكسور اسبيكت بتاعه الريست، بتاعه الفور ارم، بتاعه الالبو، بتاعه الاكزيلا، يبقى في الاماكن دي. ممكن على الظهر او على الانجواينري. طيب بيحصل ايه بقى في الاماكن دي؟ بيبقى عندي تراكس، مكان الانفاق اللي الفيميل بتحفرها، هيردش تراكس كده. العيان اهم حاجه بيجي يشتكي بسيفير اتشنج هرش، والاتشنج ده بيزيد بالليل لان هي بتحفر انفاقها بالليل، وبيزيد بالدفى. اول ما العيان يدفى بالليل يبتدي الفيميل تحفر انفاق، فيبتدي هو ايه يحس بالهرش. ممكن يحصل بابيولز فيسيكلز وسكندري انفكشن وباستيولز. عارفين طبعا البابيول، الفرق ما بين الحاجات دي، البابيول ده بتبقى حته سكين مرفوعه لفوق، تتملي فلويد اسميها فيسيكل، تتملي باس اسميها باستيول. طيب اخر حاجه هنقولها ان ممكن الديزيز ده يبقى سيفير. امتى يبقى سيفير؟ في العيانين الديبليتيتد، الشحاتين اللي بنشوفهم في الشارع، عيانين مناعتهم واقعه، بيجي لهم حاجه اسمها كراستد سكيبس او نورويجن سكيبس، ان بيبقى عنده جنرالايزد سكيلينج، جنرالايزد اتشنج في كل جسمه، والليجنز كمان بتبقى سيفير، فبايه فالجلد بيقشر، يبقى عنده كراستس كده عليه. يبقى ده السكيبس. ملخص السكيبس ان هو ليه اماكن معينه، الاماكن دي لازم تتوصف، بيبقى فيها حمار، بيبقى فيها بابيولز وباستيولز، زائد السيفير اتشنج، هو ده اهم فيتشر للسكيبس. بشخصه ازاي؟ اول حاجه طبعا الهيستوري، اتفقنا الاتشنج سيفير اتشنج يعني سكيبس. بعد كده بتوع الجلديه بيمسكوا جلد العيان ويبصوا بعدسه مكبره كده، ممكن تشوف المايطايه قاعده، المايت اللي هي نفسها اللي هي الساركوبتس سكيبياي، ممكن بابره كده يفتح التانلز ويبص على المايت، بس هما بيشخصوها دايما بالهيستوري وبالكلينيكال، محدش بيبص ولا بيقرب من عين الجرب ده اساسا. ممكن بقى اعمل سكرابنج، اجيب كده بليد او مشرط صغير وافتح حته من السكين علشان اتفرج على الساركوبتس سكيبياي، هلاقيه منظره عامل كده مكعبر كده في نفسه جلوبولر، وليه رجلين مثلثات زي مثلثات الجبنه النستو، هتشوفوه في السكاشن. قال لك ان هو ساعات ما بيلزقش على طرف البليد ده، فنحط زيت على السكين بتاع العيان علشان الزيت ده يخلي ايه، يخلي الميه يلزق على طرف المشرط اللي انا بمسك. علاجه ايه بقى؟ عندي شويه ادويه، كريمات، حاجه اسمها بايرثرين، حاجه اسمها لندين، حاجه اسمها بنزايل بنزويت، هي دي الكريمات اللي بتتحط في السكيبس. ولو هي ست حامل او طفل صغير بندي حاجه سيف اسمها كروتاميتون. بس استنى بقى هنا، اول حاجه في علاج عيان السكيبس يستحمى، هياخد كده شاور سخن بفرشه خشنه ويفتح التانلز، وبعد كده يحط الكريمات دي على جسمه كله، مش على الحتت بس المصابه، على جسمه كله لمده من 8 ل 12 ساعه، وبعد كده ياخد دش تاني ايه يغسل الكريمات دي. واخر حاجه هديله انتي هيستامينكس عشان الهرش، وهديله انتي بايوتكس للسكندري بكتيريال انفكشن. ازاي احافظ على نفسي ما يجيليش جرب؟ نستحمى، فريكوينت باثينج، الحاجات الملايات السرير تتغلي والهدوم تتغلي، العيانين بقى والانيمالز المصابه اعالجهم وابعد عنهم. Thank you.